أخبار اليوم. عزة الدري رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة. المهرجان النهاردة اللي بتنظمه جامعة عين شمس معهد الدراسات العليا للطفولة، وزارة الشباب بتشارك جامعة عين شمس في تنظيم المهرجان. وزارة الشباب بتستضيف الإخوة الأشقاء العرب في إحدى المنشآت الرياضية. إن شاء الله يعني حفل الافتتاح هيبقى على مسرح وزارة الشباب، وحيتم تنظيمه من قبل وزارة الشباب والرياضة. وزارة الشباب حريصة إن هي تشارك في مثل تلك المهرجانات، لأن وزارة الشباب بتدعم كافة أنواع الفنون وبتجوب الجمهورية من أقصاها لأدناها في تقديم كافة أنواع الفنون، لأنها بنؤمن أن بالفنون بترتقي النفوس وبالتالي بتؤدي إلى نبذ أي عنف موجود، فبالفن بتصنع الحضارات، بترتقي الشعوب في التعاملات. عايزة أقول أن يعني المهرجان السنة دي مسرح الطفل. مسرح الطفل هو وسيلة تربوية هامة جدا في تنمية الطفل وجدانيا واجتماعيا ونفسيا وعقليا، وما أحوجنا في الوقت الحالي كأمة عربية نتحد جميعا لتنمية أبنائنا عشان يواجهوا التحديات المستقبلية. يعني فعاليات المهرجان، طبعا التنظيم ورش العمل هيبقى من خلال جامعة عين شمس في مسرحيات خاصة بالدول العربية هتقدم في عدة مسارح. وزارة الشباب هتساعد في يعني توفير الأطفال اللي هيشاهدوا هذه العروض الفنية، بالإضافة إلى ورش العمل اللي هيتم تنظيمها لكل من يتعامل مع الطفل. أتمنى نجاح المهرجان وإن تبقى فعلا يتم الاستفادة منهم استفادة حقيقية. المؤتمر هو طبعا للإعلان عن المهرجان وفعالياته، يعني هيبقى فيه كلمات للسيد القائم بأعمال رئيس الجامعة، السيدة عميدة معهد الدراسات العليا للطفولة والأمومة، هتتكلم عن فعاليات المهرجان، هتتكلم عن دور المسرح في بناء شخصية الطفل، هتتكلم عن أهمية التواصل مع يعني كل الدول العربية، وأهمية إن احنا في المرحلة الحالية اللي احنا فيها إن احنا نتحد ونرجع القومية العربية.